يعرف الممثل شتاي أرثوي بأنه أحد أنجح الممثلين الأتراك. صيغته البسيطة للنجاح هي إعطاء أدواره جهده بالكامل. لم يكن المسلسل التلفزيوني الخياط استثناء. كيف استعد شتاي أرثوي لدوره في مسلسل الخياط؟ فإن شتاي أرثوي كما هو الحال دائما أعد بدقة لدوره في مسلسل الخياط. أن أول شيء حصل عليه كان ماكينة خياطة من نوع سينجر، كانت آلة مشابهة جدا تعود إلى جده الصحفي. تم إحضارها إلى منزل شتاي أرثوي وبدأ العمل بها قبل شهر ونصف من بدء التصوير. درس فن الخياطة ليتجنب أن يبدو مثل الهواة على الشاشة. أثناء التصوير رافق شتاي خياطين من ذوي الخبرة وساعده في تكوين صورة الشخصية بما في ذلك القص والخياطة وقياس الأقمشة وتفاصيل أخرى قبل التصوير وأثنائه. كما اعترف أعضاء فريق الإنتاج فإن الممثل يعمل بجد ويسرع في استيعاب التفاصيل. أحد التفاصيل هو مشهد يعزف فيه على الآلة الموسيقية التقليدية الناي. في الحلقة الأخيرة فضل شتاي عدم استخدام مسار مسجل مسبقا وقضى شهرا يتدرب على الآلة لأداء هذه المقطوعة الموسيقية. أيضا هذا المسلسل سيستمر إلى 3 مواسم في غضون 8 شهور حاليا. ما بعد الإنتاج جاري للموسمين الثاني والثالث. سألقيكم على اطلاع دائم. ابقوا معي ولا تنسوا متابعة الصفحة. ودعا.